ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنشرح النهارده طريقة الايداع في موقع سي سي تي انفست. تمام، كل رابط الايداع هتلاقيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام، ورابط الشرح هتلاقيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام. لو لسه اول مره تشوف القناه، ما تبخلش هنا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجه اللايك عشان يوصل لكل الناس، تمام. ورابط شرح الموقع هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طريقه الايداع في الموقع: بعد ما بتسجل دخول في الموقع، عندك أول طريقة بتدفع بالدولار الأمريكي من البير عادي، تمام. بتدفع قيمة هنا، أقل قيمة هنا 70 دولار، تمام. تاني طريقة اللي هي البيتكوين، بتروح على البير برضو بتدفع من البيتكوين، تمام. وعندك الريبل، وعندك البي ان بي، وعندك اللايت كوين، وعندك الترو، وعندك الداش كوين والديجو كوين، وافضل طريقة للاداء هي اليو اس دي تي، تمام، اللي هي الدولار الرقمي، بتروح على البير، تمام، بتضيف هنا القيمة، آخر واحدة آخر خانة، تمام، بتضيف القيمة هنا، بعد كده بتتك على إيداع. وبتاخد الرابط دوت نسخ، ماشي، وتروح على محفظة البير، تمام، تلزقه وتدفع، هما بيتأكدوا تلقائيا، تمام. أنا بعت للموقع عشان أقول لهم طريقة الدفع، ما ينفع أدفع من على البير، قال لي ينفع، تمام. والرسالة اللي وصلتنا من الموقع هي: الرسالة تمام، قال لي ينفع ان انت تدفع من محفظة البير، تمام. تدفع افضل طريقة للدفع اللي هي عملة اليو اس دي، اللي هي الدولار الرقمي، تمام. دي كل حاجة عن طريقة الايداع في الموقع، كل المستخدمات لابس صندوق الوصف في الفيديو. ولو عجب الفيديو متبخلش انا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.